بدأ الشباب الفلسطيني يبحث عن مخرج لحالة الشعب الفلسطيني، يبحث عن مخرج لكيفية استعادة وطنه، لكيفية عودته إلى وطنه. هذا كان الهم الأساسي للشعب الفلسطيني. هذا تفكير كل الشباب الفلسطينيين أينما كانوا، هذا هو جوهر الفكرة. وبغض النظر وربما كل من فكر بذلك لا يوجد تنسيق بينه وبين الآخر، إنما فكرة استعادة الوطن، فكرة القتال، فكرة الكفاح المسلح. الشباب الفلسطيني في تلك الفترة استقى هذه الفكرة من تجارب للشعوب كانت منتشرة في العالم، من تجربة الثورة الكوبية، تجربة ماو تسي تونغ والصين، تجربة الجزائر، عدد من التجارب اللي كانت إما فيتنام، يعني ثورات قائمة أو قد انتصرت. فبدأوا يبحثوا عن المخرج. البعض منهم بدأ العمل بهذا الاتجاه كمجموعات صغيرة، مثل من قطاع غزة في فترة مبكرة جدا بدأ الشهيد خليل الوزير وقام بعمل مجموعة من أجل الكفاح المسلح، وقامت بعدد من العمليات، منها معروف تماما مسألة لها علاقة بسد زوهر أو مسألة من هذا القبيل، هذه يعني مستوطنة في جنوب فلسطين كانوا يسموها الكبانية بذلك الوقت، كان وأبو جهاد وهذه المجموعة، كان في القاهرة مجموعة أخرى تفكر بنفس الاتجاه وتقوم بالعمل السياسي بهذا الاتجاه، على رأسها ياسع عرفات وصلاح خلف أبو إياد بهذا الموضوع، وكانوا يقوموا بذلك وبعملهم من خلال رابطة الطلبة العرب في القاهرة، كانوا طلبة جامعة في ذلك الوقت، كانت مجموعة في ألمانيا والنمسا وتلك المنطقة. في تلك الفترة كان هناك ثورة صناعية هناك استقطبت عدد كبير من الشباب الفلسطينيين، فكان أبو الهول، حمدان عاشور، هاني الحسن، مجموعة منهم هناك بهذا الموضوع، وكان أيضا بالخليج، بالخليج سواء بالكويت كان أبو الأديب، أبو السعيد غيرهم، كان في قطر أبو مازن ومجموعة أخرى، في السعودية مجموعة. هلأ يعني كل ينشط من مكانه بهذا الاتجاه، بدأوا يسمعوا ببعضهم، بدأوا يتواصلوا مع بعضهم، تواصل شهيد خليل الوزير مع شهيد ياسر عرفات في القاهرة، تواصل وذهب إلى ألمانيا من أجل الاتصال أيضا خليل الوزير بتلك المجموعة، أبو الهول، هايل عبد الحميد وحمدان عاشور وغيرهم بهذا الموضوع، وبعد ذلك أيضا تواصلوا مع الخليج. هذه هي الفكرة، الفكرة كانت بالنسبة لهم لديهم أننا نريد أن وقبل ذلك، قبل ذلك كانوا قد الفكرة رسخت في أذهانهم، فكرة الكفاح المسلح، كيف، ما هو المدخل لأن نذهب إلى ذلك. كان هناك منتشر في العالم العربي ثلاث أشكال من الأحزاب، كان الأحزاب الدينية، الإخوان المسلمين والتحريريين وغيرها، كان الأحزاب القومية، كان القوميين العرب والبعث، وكان الأحزاب اليسارية، الحزب الشيوعي. فانتشر الشباب الفلسطيني أيضا في هذه الأحزاب في محاولة لأن يجدوا ضالتهم في أحد هذه الأحزاب، في برامجه، في أفكاره بهذا الموضوع اللي هو فكرة الكفاح المسلح، لم يجدوا ضالتهم في أي من هذه الأحزاب، فخرجوا من هذه الأحزاب وأخذوا توجها أن يبنوا تنظيما فلسطينيا خالصا، أساسه وأساس فكرته هي الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين وحل مشكلة الشعب الفلسطيني واستعادة وطنه. هذه هي كانت الفكرة. بدأوا بالتنظيم، بدأوا بالعمل، كما أشرت كان الشهيد خليل الوزير قد بدأ بعدد من العمليات من
قطاع غزة، وفي هذه الفترة بدأوا بالاتصال بمن يساعدهم. كان هناك نختلف نحن من هي الدولة الأولى التي ساعدتنا، لكن نتفق بأن هنالك ثلاث دول كانت الدول الأولى التي ساعدت ودعمت الشعب الفلسطيني: سوريا والجزائر والصين الشعبية. في هذا السياق، هؤلاء الذين بفترة مبكرة قاموا بمساعدة حركة فتح في هذا الأمر، وتم الإعداد، والكل يدرك تماما، تم الإعداد للانطلاقة. الانطلاقة في 1/1/65، كان قد سبق ذلك أن تكون الانطلاقة بفترة أبكر في شهر 9/64، لم يعني لم تنجح، لم يحالف الحظ ذلك. كان الذي يرتب الانطلاقة هو الشهيد أبو عمار رحمة الله عليه، لم تنجح، لكن تم الإعداد بعد ذلك ل1/1/65، فكانت الانطلاقة في 1/1/65. كان صعب تماما بذلك الوقت، وفي تلك الفترة الأمور تختلف، هم في سن شباب وبيعيشوا زي حياة الطلاب، لما بروح ألمانيا بروح بنام عن طالب آخر، ما في وسائل اتصال زي وسائل اتصال الراهنة، يستخدموا البريد في رسائل عادية لكن أحيانا مشفرة. ومن أجل ذلك نعم، ولم يكن هناك وسيلة إلا أن تسافر من مكان إلى آخر من أجل أن تعقد اجتماع مع شخص، من أجل يعني من أجل ذلك أخذت فترة زمنية طويلة بهذا الموضوع. وما أريد أن أشير له أنه بعد الانطلاقة كانت الأمور في هذا الجانب الذي له علاقة بالاتصال والتواصل بينهم كانت أسهل، لكن بعد الانطلاقة بدأ صخب أن هنالك عمل عسكري، بدأ أن هنالك مجموعة فلسطينية، تنظيم فلسطيني، فدائيين فلسطينيين، هكذا كان يطلق عليهم. فهذا بدأ يسلط الضوء على هذه المسألة من سواء عن العالم، مخابرات العالم، مخابرات العدو، وأيضا الأنظمة العربية بهذا الخصوص. لكن هذه المجموعة صمدت، استمرت. خليل الوزير في فترة مبكرة دخل، والضفة الغربية لم يكن، هذا ما أتحدث عنه كله قبل 67، دخل إلى الضفة الغربية كانت تتبع للأردن، تنقل بها، قام ببناء قواعد فدائيين في العديد من المناطق هناك، وبدأوا يعني النشاط والتنظيم بإمكانات محدودة للغاية، إمكانات محدودة، المال، تبرع شخصي من جيوب هذه المجموعة، وهو شيء ما قليل وشحيح. بعد ذلك وجدوا من يمكن أن يساعدهم، عادة أيضا بشكل فردي بهذا الخصوص. كان العمل سري، لكن كان من يسمع به، الناس تبدأ تبحث عنك، ليس أنت تبحث عنها، وتحديدا بعد الهزيمة بدأت ناس تسمع عن فدائيين، فمن أجل ذلك ترى بهم البديل، الخلاص. ليس هنا المسألة بعد ذلك، هذه الظاهرة بدأت تكبر بمعنى ماذا؟ بدأت تكبر بمعنى بضع مئات مش آلاف. وكانت إحدى قواعدها الرئيسية في الكرامة في غور الأردن، في قرية الكرامة. هذا الاحتلال بدأ يتضايق من هذه الظاهرة، من أجل ذلك قرر أن يقوم بالقضاء على هذه الظاهرة في قرية الكرامة. وهنا كانت الانطلاقة الرئيسية في الكرامة، لأنها مسألة الكرامة مسألة هامة جدا في المسيرة الفلسطينية، إلى درجة أو مسألة رئيسية لسبب، وربما هي بحاجة إلى عدد كبير من الحلقات تحديدا الكرامة، لكن
ما أريد أن أوجزها بالتالي: مجموعة صغيرة من الفدائيين لا تتعدى 350 واحد بأسلحة أحيانا بدائية متواجدين في الكرامة، يحشد الجيش الإسرائيلي حشودا كبيرة للغاية من أجل أن يهجم على الكرامة. يحصل جدل ما بين هؤلاء الفدائيين، ماذا نصنع؟ جدل مثير إلى درجة كبيرة للغاية. الجيش الإسرائيلي يعد من أجل أن يهاجمنا، هل نتصدى له؟ وهذه مسألة يعني ليست مستحبة في نظرية حرب الشعب. حرب الشعب فيها مسألة اسمها اضرب واهرب، مش تواجه، أنت لست جيشا. من أجل ذلك انسحب معظم الفصائل الأخرى الموجودة، لم يبقى إلا فتح وقوات التحرير الشعبية. طيب، استمر النقاش، هل نواجه أم لا نواجه؟ تحدثت معكم كيف كانت الأمة العربية بعد 67 في حالة من الإحباط الموات، قرروا أن يواجهوا. ما السبب في ذلك؟ أن علينا أن نصنع هذه المغامرة. نعم، ندرك أنها مغامرة كبيرة للغاية، لكن إذا صنعنا انتصارا سنعيد إحياء هذه الأمة العربية، ستستعيد الروح. أن مجموعة صغيرة صنعت انتصارا على هذا الجيش الإسرائيلي، أن هزيمته ممكنة، من أجل ذلك نعم أخذوا قرارا بالمواجهة. قصة الكرامة قصة غير عادية. قصة الكرامة هاي فتح فيها قيم غير معقولة، فيها قيم الإيثار. تناقشوا أيضا قبل أن يبدأ الهجوم. طيب، إذا بقينا جميعا وبدأ الهجوم وأبدنا في الكرامة، هذا يعني أن الفكرة قد اندثرت. من أجل ذلك فليبقى جزءا منا في الكرامة وجزءا يخرج خارج الكرامة. إذا أبيد من في الكرامة، الجزء الذين في الخارج سيتابعوا متابعة الفكرة. فحصل إشكال كبير ما بين خليل الوزير ويسع عرفات. يسع عرفات يريد خليل الوزير أن يخرج خارج الكرامة وهو يبقى في الكرامة، والعكس صحيح، يريد خليل الوزير أن يبقى في الكرامة ويسع عرفات يخرج. هذا هي قيم الإيثار بهذا الموضوع. تمكن ياسر عرفات من إقناع خليل الوزير أن يذهب بسرعة إلى سوريا من أجل أن يأتي بعدد من قواذف مضادة للدبابات، قواذف B7. كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع في ذلك الوقت. ذهب خليل الوزير وفي الطريق بدأت المعركة، سمع بذلك، عاد من الطريق إلى الكرامة، تواجد في الكرامة هو وياسر عرفات والقيادة الفلسطينية وصنعوا انتصارا. نحن حينما بدأت فتح تبعت نظرية اسمها نظرية حرب الشعب طويلة الأمد، بمعنى أن هذا النضال سيأخذ فترة زمنية طويلة. من أجل ذلك كان دائما، من أجل ذلك ومنذ البداية بنينا مؤسسة اسمها مؤسسة الأشبال والزهرات، من أجل إعداد الأجيال دائما، أن تعد الجيل القادم الذي سيستلم الراية. من أجل ذلك كان ياسر عرفات دائما يردد مقولته أن جيلا يسلم الراية إلى الجيل الذي يليه بهذا الموضوع. من أجل ذلك وأيضا منذ البدايات قمنا بعمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى من البدايات، من أجل حتى يطمئن المقاتلون أن هنالك دائما من سيعتني بأبنائهم بعائلاتهم بكل ما إلى ذلك بهذا الموضوع. هذه مسيرة هذه الثورة الفلسطينية، ولم تكن سهلة ولا بسيطة كما أشرت. وفي البداية لم تكن انطلاقتها مريحة،
للإقليم للوسط العربي، وكما أشرت كانوا يقولوا أن هؤلاء سيقوموا بتوريطنا. لكن بدأ الجميع يحاول أن يستولي على هذه الثورة، على حركة فتح تحديدا، أن يستولي عليها، لأنه كان في هذا الإقليم قوى تتصارع بينها، تتصارع من هو الذي يتحكم منها، من هو الأقوى. كل قوة تريد أن تأخذ فتح والثورة الفلسطينية ورقة لتستخدمها في صراعاتها الداخلية. نحن في فتح كان لنا موقفا حاسما في هذا الأمر، أن هذه الثورة هي ملك للشعب الفلسطيني، لا يمكن. هذا ما أسميناه، هذا ما قادوا في تلك الفترة ياسر عرفات، فكرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل. ودافعنا عنه ودفعنا ثمن من أجل حمايته، لأنه لم يكن بالإمكان سوى ذلك، أو ستحرف هذه الثورة عن مسارها. حركات التحرر في العالم عادة خلال فترات سابقة كانت تعيش في ظل حالة التناقض ما بين المعسكرين الشرقي والغربي. إبان مرحلة الحرب الباردة مثلا، كل حركات التحرر في ظل هذا التناقض تعيش. انتهت هذه الحالة من التناقض وانتهت الحرب الباردة بانهيار الكتلة الشرقية، والكل ينكر ذلك. هذا أودى بكل حركات التحرر في العالم، لم يبقى إلا حركة التحرر الفلسطينية وفتح. ربما نتاج من طبيعة هذه الثورة، نتاج طبيعة قضيتها، ليست قضية عادية. مسألة أيضا فيها مسألة موضوع تاريخي، فيها قدسية، الموضوع الفلسطيني في شيء ما من القدسية في هذا الموضوع. طبيعة المسيرة، تحدثت عن الدفق الجماهيري، المئات الآلاف انتموا لفتح خلال هذه السنوات، الانتصارات، الكرامة، غيرها، جعلت جذور هذه الحركة في الأرض الفلسطينية وفي داخل الجمهور الفلسطيني جذور عميقة، عميقة جدا. ليس من السهل اجتثاثها، تستطيع أن تؤثر عليها، تضربها، تتآمر عليها، لكن موجودة، بذورها موجودة ودائما صالحة من أجل النمو. بالتأكيد أن الظروف اختلفت تماما، اختلفت إلى درجة كبيرة للغاية، إلى درجة أصبحنا أحيانا، وهذا يؤثر على طبيعة مسيرتك، أصبحنا كثيرا نصرخ نقول يا وحدنا، تحديدا في مثل هذه الظروف التي تخلى الكثيرين عن قضيتهم الأساسية وذهبوا باتجاه التطبيع وغيرها بهذا الموضوع، فأصبحت لوحدك. والكل يجرب علينا ويجرب معنا، يجرب الحصار، يجرب الضغوط، يجرب كل ما إلى ذلك. وقيادة فتح مرنة بمعنى أنها تستعصي على الكسر، لكن مرنة إلى حدود، مرنة إلى الحدود التي لا تؤثر على المبادئ الأساسية، على الثوابت الأساسية. يعني من الممكن أن أكون مرنا في موضوع ثانوي، لكن لا يمكن أن أكون مرنا في موضوع القدس، لا يمكن أن أكون مرنا في موضوع حق عودة اللاجئين. في القضايا الجوهرية لا يمكن، فتح لا يمكن أن يكون لديها مرونة تتمسك بها بصلابة إلى درجة كبيرة للغاية.